السلام عليكم. في الذكرى الثالثة لتدخل التحالف العربي في اليمن، هل بالإمكان وعلى ضوء المعطيات أن نستشرف آفاق معركة استعادة الدولة؟ وقبل ذلك، هل بالإمكان قراءة الأحداث في اليمن باعتبارها تمضي في طريقها إلى التحرير؟ أم أنها أصبحت منطقة حرب مغلقة على الموت وما صاحبه؟ للأسف، ثلاث سنوات تحول فيها السؤال من ماذا يريد الإنقلابيون من اليمن إلى ماذا يريد التحالف؟ يقول تقرير لمركز أبعاد إن الإمارات أصبحت منشغلة ببناء قواعد عسكرية دائمة قرب مضيق باب المندب، وتطمح لتحويل جنوب اليمن إلى مصدر رئيس للطاقة والقوة الإقليمية والتأثير الدولي لها. فيما السعودية قائدة التحالف العربي تسعى لإنشاء ميناء نفطي في المهرة بعد خمس سنوات من تحويل محافظة خرخير في نجران إلى مخزن للنفط الخام بعد إجلاء سكانها، وذلك من أجل التنفس جنوبا دون قلق تهديدات إيران في مضيق هرمز ولمنع تهريب السلاح من الساحل. هل اتضحت خارطة المعركة التي يديرها التحالف إذن؟ وهل خسر اليمنيون معركتهم المشتركة مع التحالف للقضاء على الميليشيا وبات عليهم حسابات النصر والخسارة خارج سياق التحالف؟ يقف اليمنيون على مشارف موت محقق وسط صمت دولي مخيب للأمل، قد ينتهي بتقسيم اليمن إلى كنتونات صغيرة وجماعات متحاربة، ويتم التعاطي مع الحوثي كثقل موازي لكل مكونات الشرعية. فهل بالإمكان العودة إلى مربع التحرير؟ أم أن السعودية واجدت فرصة للتنصل من التزامها بالمعركة؟ هذا ما سنناقشه مشاهدينا الكرام في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك معنا في هذه الحلقة والتي سنناقش فيها العديد من النقاط في الذكرى الثالثة للعاصفة، ولكن اسمح لنا قبل ذلك أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ثلاث سنوات من العاصفة، لا أفق هنا ولا جدوى غير الحرب للحرب ذاتها، ولا خلاص من الانقلاب أو هذا ما تقوله المؤشرات. إلى جانب السؤال الدفاعي حول ما الذي كان سيحدث لو أن التحالف العربي لم يتدخل في اليمن، يأتي سؤال آخر محمل بهواجس الريبة من الحلفاء ومخاوف القادم، ماذا بعد ثلاث سنوات من العمل العسكري؟ بينما تتشكل دولة حرب في العاصمة صنعاء وتمارس نقمتها على المدنيين، يتآكل ما تبقى من شرعية هادي في المناطق المحررة. ما قالته رسالة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن رداً على تقرير فريق الخبراء يكشف الكثير عن واقع جريح يتراكم لتتسع المأساة في وجوه اليمنيين. فكما غاب التحالف العشري لتبقى الرياض وأبو ظبي، غابت أيضا أهدافهم النبيلة باستعادة الدولة اليمنية، وتكشفت بالمقابل نوايا ليست بالحسنة. هادي الذي ارتخت قبضته بات يشكو لمجلس الأمن تمرد مدير أمن عدن عن توجيهات وزارة الداخلية والمعين بقرار حكومي رسمي، ويؤكد صحة ما أورده تقرير الخبراء عن تشكيلات عسكرية سبق ووصفها التقرير بأنها قوات تعمل بالوكالة، وهي قوات الحزام الأمني في عدن ولحج وأبين والنخبة الحضرمية والشبوانية. ليأتي الرد الحكومي مؤكدا أنها لا تخضع لسيطرة وتوجيهات المؤسسة الأمنية والعسكرية، بل وتعمل هذه التشكيلات على إعاقة المؤسسات الرسمية وإحداث تمزق للمجتمع ونسيجه الاجتماعي. بات اليمن يشكو الآثار المدمرة للحلفاء دون أي نتائج ملموسة على صعيد إنهاء الانقلاب. وغير بعيد عن ذلك، يقول مركز أبعاد للدراسات والبحوث إن الخليج يبحث عن مصالح وسيناريوهات التقسيم والفوضى بديلاً عن هدف إسقاط الانقلاب. وبحسب التقرير، فإن هناك اعتقاداً سائداً لدى بعض أطراف التحالف العربي تحديداً السعودية والإمارات أن دعم تجزئة اليمن يسهل التحكم به مستقبلاً. يبدو أن اليمن يمضي وحيداً بين مصيرين جارحين، انقلاب دمر دولة اليمنيين وتحالف يوشك على القضاء على ما تبقى منها. إذن أستاذ عبد السلام، بالعودة إلى أهداف التحالف الذي أعلنها في مثل هذا اليوم، هل تعتقد أن التحالف حقق أهدافه؟
حقيقة التحالف العربي هو يحتاج إلى تقييم حقيقي لواقعه ووضعه، والأهداف كانت هناك أهداف معلنة وكانت هناك أهداف غير معلنة. نعم. كان من ضمن الأهداف المعلنة هو استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب في اليمن، أو وأيضا حتى تجويض إيران، لكن هناك كان أهداف غير معلنة، منها استعادة السعودية لدورها الريادي في المنطقة بعد أن خسرتها خلال الفترة الماضية. الآن هم في التحالف العربي هم أكثر حاجة لعملية التقييم. ما نراه الآن أن الميليشيات الانقلابية صحيح أنها خسرت الأرض، لكن قوتها زادت، وهذا ليس من بسبب قدراتها العسكرية أو قدرات إيران في تمويلها فقط، بل أيضا جاء نتاج ضعف الشرعية وعجزها في مناطق المحررة. والذي أعطى هذا الضعف والعجز هناك عدة أسباب. السبب الرئيسي يعود إلى أن التحالف العربي لم يهيئ المناطق المحررة لعودة الشرعية. ولو قارنا بين مأرب التي يعني رفضت التلاعب في مسألة السيطرة على الأرض والأمن خاصة مع التحالف العربي، ويعني رجال الأمن من أبناء مأرب ورجال الدولة هم اللي يديرون الأمر، فارق كبير بينها وبين عدن التي ألقت الميليشيات الخارجة عن نطاق القانون قبضتها على هذه المدينة وبإشراف إماراتي. كانت هناك مشكلة حقيقية يعني تحتاج حقيقة إلى تقييم واقعي. هل تتوقع أنهم يقوموا بهذا التقييم أستاذ عبد السلام؟ يعني تمر مثلا السنة الأولى كان يفترض أن يكون هناك تقييم للأداء ومحاولة تحسينه، لكن ما نجد يعني خصوصا من خلال البيانات التي تعلن أن هناك يعني إشادة بالجهود وبتحقيق الأهداف، يعني هناك مغالطات تمارس على أنفسهم. يعني هل يعون هذه المغالطات ويحاولون تسريبها للناس، أم أنها فعلا يعني لا يعيشون الواقع كما هو؟ يعيشون الواقع ويعرفون كل شيء بالتفصيل ويقيمون أمورهم بشكل دقيق جدا، لكن هم أشبه بالمريض الذي مصاب بالملاريا لا يريد أن يقوم بضرب جرعة من الإبر مخافة من ألم يعني ألم الإبرة، بينما يتجرع كثير من المواد المهدئة. هم يدركوا أن هذا مرض واضح جدا. أنا أعتقد أن هناك تقييم، لكن تمنع التحالف العربي كثير من الأسباب. هناك أسباب إقليمية وأسباب دولية وأسباب محلية أيضا في اليمن. دعيني أفرز بعض الأسباب الهامة. السبب الرئيسي في اليمن يعود إلى أنه لا توجد كتلة صلبة قوية تستطيع أن تمسك بزمام الأمور بعد انتهاء الانقلابيين، وهم يثقون أنها تابعة لهم بشكل كبير. وهناك مخاوف كبيرة من الإسلاميين بالذات حزب الإصلاح أن يكون القوة الباقية من الكتل التي تفككت. هذا سبب رئيسي، ولنقولها بصراحة هو ربما هذا السبب، مثل ما دمر اليمن وجاء بالحوثي بسبب هذه المخاوف، قد يؤدي هذه المخاوف تؤدي إلى تفكيك الإقليم بشكل كامل. السبب الثاني سبب إقليمي. هناك صراع واضح إقليميا على بعض التنافس على موضوع عودة المشروع العربي ومن يتقدمه، والسعودية طبعا هي الماسكة بزمام الأمور. هناك خلافات مع قطر وبين قطر والإمارات وبين السعودية وبين الإمارات وعمان، خلافات كبيرة جدا، ويدخل فيها نوع من الصراع السعودي الإيراني في المنطقة. هذه الخلافات الإقليمية جعلت التحالفات غير واقعية غير حقيقية، يعني وضعت السعودية بجنب الإمارات، بينما الاستراتيجية ما بين السعودية والإمارات هناك خلاف كبير جدا على المدى الطويل يعني أو خلال الفترة الماضية، لكن وضعتهم في مكان تحالفات. وطالما يعني ليست هناك شفافية بالتأكيد هناك تداعيات لهذا التقارب الذي يعني ينتهي بتحقيق أهداف استراتيجية خاصة بكل طرف. يعني الإمارات هي لا ترى بالنسبة لها الحوثي العدو الأول، هي ترى الإخوان المسلمين العدو الأول، وهي أيضا ترى الجانب الاقتصادي والسيطرة على الموانئ أهم من مسألة تحرير صعدة، بينما السعودية ترى تحرير صعدة أهم لأنها على حدودها، وبينما الإمارات لا تعيش الحدود هذه. بالنسبة للمجتمع الدولي والجانب الثاني، هناك أسباب واضحة. هناك توجه دولي لعدم قبول السعودية بوضعها الحالي كدولة
كبيرة، ويعني الجانب الديني أو السلفي هو المسيطر، لأن هناك عداء للسلفية الوهابية بشكل عام يعني في المجتمع الغربي الآن بالذات، وازدادت وتعمقت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وهذه النظرة دفعت الغرب لتفكير بالعمل ضد المملكة، ما يجعل المملكة تراعي هذه الأمور والتفاهمات وتبدأ بالتعاون مع حلفائها في تحسين وضعها سواء الاجتماعي أو تصحيح الأمور الأيديولوجية في المملكة. كل هذا له سلبياته وله تداعياته وتأثيراته وثمن. وأعتقد أن إيران استغلت هذه الفرصة، وهي تريد الحركة الحوثية حركة قائمة مسيطرة أو دويلة لها حكم ذاتي في شمال اليمن، من أجل عملية التهيئة للتفكيك في المراحل القادمة. نعم، إذا الأستاذ عبد السلام اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ ماجد المذحجي مدير مركز صنعاء للدراسات من بيروت عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور، هلا فيك. أهلا بك أستاذ ماجد. كيف تراقب التدخل العربي في اليمن وهو يدخل عامه الرابع؟ يعني إلى أين يمضي التحالف في اليمن برأيك؟ طبعا مرحبا بداية بتوظيفك العزة. يعني هذا السؤال بحكم الأربع سنوات سؤال تكتيب هائل، يعني في الأخير في ملامح أساسية يمكن تحديدها، على الأقل أحد المحددات التي نرى لها نتائج هذا التحالف هو الغارة الصاروخية الهائلة التي حدثت البارحة في أرض المملكة. يعني هذا مؤشر على مستوى من لن نقول فشل كل، لكن يعني فشل في تحديد في القدرة على التحكيم جماعة الحوثي التي يتم قدرتها على مطاولة تهديد محيط الإقليم اليمن أصبحت أعلى. في المستوى الثاني نحن نشهد أولا واحد من أسوأ فترات العلاقة التي تجمع الحكومة الشرعية بدول التحالف، يعني مش بس فقط في الإمارات لكن أيضا حتى سؤال الشكل المتبادل بدأ يعلى بين يدي الحكومة الشرعية. على المستوى الثالث نحن أيضا نشهد ثلاث أزمة هائلة تتعلق بعودة المغتربين اليمنيين. في المستوى الرابع في مشكلة حقيقية في إدارة العمليات العسكرية. بكل الأحوال تعقيدات ثلاث سنوات من الحرب في أداء التحالف وفي أداء الحكومة في أداء الأطراف اليمنية وفي أداء التحالف العربي هو هذا حصيلة مخيبة نشهد نتائجها اليوم، ويستفيد منها تحديدا جماعة الحوثيين في مناطق التركية. إذن أستاذ عبد السلام برأيك ما هي دوافع الرياض وأبو ظبي في تقويض شرعية هذه، لا سيما في المناطق المحررة التي يفترض يعني أن تسلم للشرعية وكانت ربما ستكون أنموذجا حقيقيا لدولة مصغرة؟ ما هي المصلحة في إضعاف الشرعية بهذا الشكل؟ نعم أستاذ ماجد. عفوا انا يبدو انني اخطات، المعذره منك. يعني يعني السؤال موجه لك، يعني عن دوافع الرياض وابو ظبي في تقويض شرعيه هادي برايك، يعني خاصه في المناطق المحرره. ليس الموضوع شرعيه هادي، يعني لا تخوض بتقديري لا الرياض ولا الامارات معركه مع شرعيه هادي بقدر ما هو استثمار لبعض اداء هادي. دعيني نتعلم على حكاية، نتحدث عن حكاية بسيطة. المملكة ترى في اليمن مجال حيوي ولتعقيدات متعددة كان أداء هذه منح مساحة لطريقة سيئة في طبيعة التعامل مع الوضع اليمني. بالمستوى الثاني الإمارات لديها مجموعة مصالح تتنفذ في ظل ضعف إدارة الحكومة الشرعية وتصاعد سلوكها الغير مبالي في الاخير في خط مصالح الحكومه الشرعيه في ظل الفشل. يعني نحن لا نتحدث في الاخير عن معركه لتقويض هذه، هي اساسا اداء هذه يقوض نفسه بنفسه منذ اللحظه الاولى، وكان في حديث عن سوء الاداره الحقيقيه للحكومه لنفسها، الفساد، التعيينات، الصفقات الفاشله، كلنا نتحدث منذ البدايه عن أسواق عن المصالح الهائلة وغير مشروع التي نشأت. فبالتالي كل الفرص هذه توفر لأي طرف ليس فقط للتحالف أن يتدخل بطريقة تجعل هذه وحكومته
غير مرئي، لا مصالح اليمنيين ولا مصالح الحكومة. نحن لا نتحدث أقصد ما أنا ليس لدي وهم أنه هذا ليس لا احتلال ولا بالتحالف ولا مش هنا المشكلة. المشكلة أن بلد اليمن بلد غير مرئي، لا توجد طرف يحمي مصالحه، فالكل يستطيع أن يفعل ما يشاء. الإيرانيين فعلوها، السعوديين يفعلوها الآن، الإماراتيين، القطريين، العمانيين، الكل يلعب في اليمن. اليمن مسرح لسوريا صراعات إقليمية، أقل طرف موجود فيه هي حكومة هذه. نعم، إذا أستاذ ماجد، يعني برأيك مع ارتفاع أصوات مسؤولين كبار في الشرعية، هل تستطيع الشرعية الخروج من عباءة التحالف الآن؟ يعني ما هو الأفق الذي تراه لما يحدث؟ شوفي، أيضا لكي نكون لسنا بأي واحد يفكر بخوض معركة على جبهتين يدفع باليمن إلى المزيد نفسه. يعني أنت لا تقاتل الحوثي وتريد أن تقاتل السعودية والإمارات في نفس الوقت، لا، يعني هذا سكت حتى بالمعنى السياسي حتى الأدنى من السياسة، هذا منطق انتحار. بس أنت يجب أن تعيد تصويب علاقتك بالتحالف، يجب أن تعيد تصويب في جوار حاكم بين اليمن والسعودية. اليمن والسعودية قدرين متلازمين لأسباب لها، نحبهم ما نحبهمش هذه مسائل أخرى، لكن في قدر متلازم له علاقة بالحدود والجغرافيا والمصالح المشتركة. كيف تدير وتطود هذه المصالح وتعيد وضعها في الإطار الصحيح، مش بالبيانات التي هذه بعودتها. يعني هذه لو رجع عدم بيكحلها، يعني مثلا ايش يسوي؟ يعني في اوهام لها علاقه باداء الحكومه العظيمه هذه اللي بترجع تنتشل الاوضاع ومحاصرة عن في الرياض انها ما تشتركها. مش منطقي الكلام هذا. يجب اعاده تصويب وضع الحكومه هذه، يجب اعاده تصويب وضع الشرعيه قبل الحديث عن تصويب وضع التحالف. لكن بالمقابل هو منع من العوده، يعني هو منع من العوده الى عدن وممارسه مهامه سواء هو او الحكومه. ما عنديش شك انه في تعقيدات ان السعوديه تمنع هذه من العوده لاسباب مختلفه. اي مكان بس ما يرجعش هذا، اوكي صحيح، بس اقصد انه هل انت هل تعتقدي انه هذه اذا اراد العوده واشتغل جادا على ذلك الامر بشكل يرجع، هل يستطيع هذه ان يبعث بيان يفصح عن رغبته او يصدر موقف وما يستطيعش؟ لانه كمان فيها شويه ترويج وهم، هذا تقديري ليست معلومات. بس في الاخير في مشكله حقيقيه الان بدات تظهر بعد 4 سنوات بين اداء بين التحالف بين الحكومه الشرعيه، ليس فقط بين الامارات والحكومه الشرعيه، وايضا بين التحالف والسعوديه والغزه. يجب النقاش ذلك، يجب اظهار العلن، يجب معالجته، بس مش خوض معركه معه. يعني هل تعتقدين انه اليمنيين يتحملوا معركه الان بالاضافه لمعركتهم مع الحوثيين، معركه مع السعوديه والامارات الاضافيه؟ هل لدينا القدرة والطاقة على الذهاب في اليمن إلى المزيد من الجبهات المفتوحة بدون أي قدرة على اليمنيين على المقاومة؟ لا موارد، لا أداء، لا شيء. أنت ندفع نحن بهذا البلد إلى المزيد من الانهيار. يجب إعادة ترتيب الوضع في حدود المسار السياسي، في حدود العمليات السياسية. يجب دائما ترتيب الخيار والممكن بما يضمن مصالح اليمنيين. لا هون جبهات مفتوحة شعارات لا تمنح نتائج في الأخير. جربنا ذلك سابقا وخسرنا، وسنجربه مرة أخرى. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد المذحجي مدير مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. دعني أنتقل لك أستاذ عبد السلام من آخر نقطة تحدث بها الأستاذ ماجد. هل ما زلنا قادرين على يعني إعادة ترتيب الملف السياسي، إعادة ترتيب العلاقة بين الشرعية والتحالف، خاصة يعني وكما تحدث الأستاذ ماجد أنه يعني عمليا لا يمكن فتح جبهات جديدة في ظل الوضع الحاصل؟ طبعا، وخاصة مستجدات الأمور وذهاب الحوثيين إلى أبعد مما نتوقع ويتوقع العالم في مسألة التعامل مع القضية إلى درجة يعني التحاور من تحت الطاولة وضرب الصواريخ من فوق الطاولة، هذا الأمر يستدعي إلى إعادة ترميم جبهة التحالف العربي مع حليفها الشرعية، وأيضا إعادة بوتقة العلاقة نفسها وإعادة صياغتها صياغة تتلائم مع اعتبار الشرعية طرف كدولة وليست يعني طرف تابع في إطار معادلة الحرب، بل طرف أساسي ورئيسي. يعني البعض يتحدث عن
أهمية التحالف العربي ودعمه وحربه وطيرانه صحيح، لكن الشرعية تقدم رجال وشباب موجودين في الأرض هم الذي ثبتوا حقيقة الانتصارات على الأرض. لا. لا, 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 لا يمكن أن نتحدث عن مرتزقة من دول أخرى يمكن أن يحققوا نصر داخل اليمن بدون وجود يمنيين. اليمنيين هم الذي حققوا النصر على الأرض. التحالف العربي أعطى غطاء جويا ودعما دبلوماسيا سياسيا ودوليا وماليا حتى وعسكريا، وهذا يعني لا 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 يعني أنه شيك على بياض، يعني بمعنى أن أنه مستمر في السيطرة والبقاء والتحكم في إطار الدولة. لا أبدا، كل منطقة تحرر يجب أن تعاد للدولة والشرعية، وعليها أن تديرها بتعاون مع التحالف العربي وبإشراف وتنسيق حتى تقف الدولة على أقدامها. أما اعتبارها كطفل صغير لا يمكن أن يعود للمكان الذي خرج منه، ولأننا نحن من حميناه ونحن من أغاثناه ونحن من تدخلنا لحمايته، هذا الأمر لا يليق بأهداف التحالف العربي، وإنما يدخل التحالف العربي في إطار قوانين الاحتلال وليس قوانين المساعدة التي طلبها الرئيس هادي. نعم. إذا أستاذ عبد السلام، يعني لو تحدثنا عن أفق المعركة بعد 3 سنوات، مركز أبعاد قدم دراسة تحليلية وتحدثتم عن 3 سيناريوهات يعني ربما تتراوح بين حلم بعيد المنال وواقع ربما قد يحدث وواقع نعيشه الآن، هل لك أن تضعنا في صورتها؟ نعم، يعني مركز أبعاد هو توقع 3 سيناريوهات في نهاية الدراسة تقييم الحالة لعاصفة الحزم. منها السيناريو الأول، وهو السيناريو الذي أعتقد هو الذي يطلبه اليمنيون وأيضا هو لصالح التحالف العربي، هو سيناريو استعادة الدولة اليمنية بإخضاع الإنقلابيين سواء بالقوة العسكرية أو بإخضاعها بالجانب السياسي بالحوار، أي بمعنى في الأخير أن تخضع للدولة وسيادة الدولة وتنهي الحالة العسكرية. هذا الخيار كما قال المركز يعني في تقريره أنه خيار صعب، لكنه آمن لاستعادة الدولة اليمنية وأمن الإقليم بشكل عام. وإذا مضى فيه التحالف العربي أنا أعتقد هذا الأمر لا يكلفه الكثير، لكن كل ما يتأخر يتكلف يؤثر كثيرا، خاصة وأن هناك ضحايا وهناك حالة انتقام تنشأ وهناك يعني حالة كلفة غير متوقعة. والحرب عندما تستمر طويلا تتخلق اقتصاديات الحرب فيها وتتخلق كوارث إنسانية تمنع وتعرقل الكثير من الأمور. الجانب الثاني وهو السيناريو الثاني، السيناريو يتعلق بالتقسيم، يعني كما توقع مركز أبعاد أن هذا السيناريو متوقع وليس واقعي، متوقع أن يحصل، يعني هو إذا لم يحصل الأول سيحصل الثاني. هذا السيناريو بمعنى أنه بعض من أطراف التحالف العربي ترى أنه تجزئة اليمن يسهل لها حكمها والسيطرة عليها، بينما حقيقة الأمر أن هذه التجزئة تنشئ كيانات مذهبية قد تشكل دويلة في الشمال بالقرب من الحدود السعودية، ومناطق قد تشكل دويلة في الجنوب قريبة أيضا من مضيق باب المندب، ودويلات وميليشيات خارج إطار الدولة لا يمكن السيطرة عليها لسنوات، وبالتالي تكون المنطقة والإقليم فوضى ويهدد أيضا أمن السعودية مستقبلا وأمن الخليج. أما السيناريو الثالث وهو السيناريو الواقعي الذي نحن عايشين فيه الحاصل الآن، كما وصفه المركز في تقريره أنه السيناريو واقعي. السيناريو الواقعي هو سيناريو الفوضى، وهذا دائما تحلم به إيران، بمعنى أنه هي تدرك أن الحركة الحوثية لا تستطيع السيطرة على اليمن لفترة طويلة ولا حكمها، لكن الحفاظ على دويلة في شمال السعودية هو يعطيها فرصة للتحكم أو الحصول على ميناء في ميدي على البحر لتهريب السلاح، وأيضا منطقة نفطية في الجوف، وهذا الأمر يسهل عليها لإدخال أو التفكيك المجتمع المستهدف وهو المملكة العربية السعودية خلال فترة طويلة، مثل ما عملت إيران مع العراق وعملت مع أفغانستان وعملت أيضا في اليمن خلال فترة طويلة. هذه الثلاثة السيناريوهات، ونعتقد أن التحالف العربي بعد صواريخ أمس يعني صواريخ الحوثي أنا أعتقد قادر أن يعيد الألق واللمعان للسيناريو الأول الذي افتقدناه يعني حقيقة، ولكن هذا الأمر راجع، وأنا أعتقد كثير من الضغوط المحلية والإقليمية والدولية قد تمنع السعودية يعني الدخول في السيناريو الحسم، ولو أن الحسم لا يعني الدخول إلى صنعاء عسكريا، الحسم العسكري معناه
أن أنني أصل لمرحلة أعلن فيه انتصاري على خصمي، ولو بقي خصمي موجود على الأرض وأخذ منه السلاح وأشركه في العملية السياسية فقط، لا يعني معناه اجتثاث وهزيمة الحوثيين. نعم. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث من مسقط. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخيرات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. وعليك السلام، أهلا بك معنا دكتور. برأيك يعني كيف ترى المشهد في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب بالتدخل السعودي الإماراتي في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يؤسف المرء أن يقول أنه بعد مضي 3 سنوات على إطلاق عاصفة الحزم أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. فهذه العملية العسكرية الكبرى التي استبشر بها الجميع في بدايتها وظن الناس أنها سوف تكون الحاسمة فعلا وأن لها من اسمها نصيب، اتضح الآن بعد مضي 3 سنوات أنها لم تفعل شيئا، بل يعني حدث من التراجعات والانهيارات في المشهد اليمني ما نراه جميعا على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الإنساني. طبيعة الحال هناك كوارث وهناك معاناة وهناك مشقة وعنت دخل فيها الشعب اليمني لم يكن يعرفها قبل هذه العملية العسكرية، وبالتالي أنا أتصور أنه يعني قد آن الأوان للتحالف إن كان جادا، قد آن الأوان أن يقف وأن يحدث مراجعة شاملة لأدائه العسكري وأدائه السياسي. الآن بعد مضي 3 سنوات نحن نرى أن الحوثيين قد تكرس وجودهم على الأرض اليمنية في الشمال على الأقل، ويكون على أجزاء مقدرة من شمال اليمن، والآن سياسيا وميدانيا لهم اليد الطولة في شمال اليمن، ولم يعد لهم منافس خاصة بعد أن قضوا على القوة التي كان يتمتع بها علي عبد الله صالح، القوة العسكرية المتمثلة في الحرس الجمهوري، القوة السياسية التي كان يمثلها المؤتمر الشعبي، والقوة الأسياج القبلي الذي كان يحتمي به علي عبد الله صالح. فقد فككوا كل هذه القوة وأصبحوا الآن ينفردون بالحكم مع يعني شركاء ثانويين جدا لا وزن لهم في المشهد السياسي. فمن المؤسف يعني القول أن عاصفة الحزم قد أخرت اليمن وأدت إلى تراجع المشهد اليمني، بل ومهدت لهؤلاء الحوثيين مزيدا من النفوذ يعني التجذر في يعني الواقع السياسي اليمني. نعم دكتور عبد الله، يعني إذا ما تحدثنا عن أفق هذا التدخل، ربما مركز أبعاد ورئيس المركز وضيفنا في هذه الحلقة تحدث عن 3 سيناريوهات مختلفة ربما قد تحدث. السيناريو الأول وهو حسم المعركة إما بالحوار أو عسكريا وإعادة الشرعية، وهذا يعني بعيد المنال يعني وصعب حاليا، ولكن إذا ما أرادت السعودية يعني قد تحدث مثل هذا السيناريو. السيناريو الثاني وهو يعني متوقع وهو تقسيم اليمن وحالة من التشظي ربما يمضي إليها. السيناريو الثالث وهو الحاصل الآن حالة من الفوضى ويعني عدم سيطرة أحد، الحوثي يزداد قوة ربما وتستمر يعني المناوشات العسكرية هنا وهناك، ما رأيك؟ نعم، أما بالنسبة للسيناريو الأول يعني ليس هناك معطيات على الأرض تشي أن القوم يسيرون في اتجاه الحسم العسكري. نحن نتحدث ليس عن 3 أسابيع وليس عن 3 أشهر، نتحدث عن مضي 3 سنوات كاملة. نعم. وليس هناك مؤشرات ولا قرائن تشير إلى أنهم يسيرون في اتجاه الحسم العسكري. الحل السياسي ينبغي أن تسبقه يعني يقوم على ميزان قوى معين، ميزان القوى الآن مختل لصالح الحوثيين، وبالتالي ليس هناك مقدمات لحل سياسي ينتصر لخيار الدولة اليمنية الموحدة بنظام ديمقراطي. إذن هذا السيناريو يعني حظه ضئيل جدا. السيناريو الثالث مسألة الفوضى، طبايع الأشياء لا تقبل أن تستمر هذه الحالة إلى ما لا نهاية. أنا في تقديري أن السيناريو الثاني هو الأرجح، وكل المؤشرات تشير إلى هذا في هذا الاتجاه، الأمر يتجه إلى التقسيم. قد يسبق التقسيم يعني بمقدمات معينة كأن يصار مثلا إلى الدولة الكونفدرالية، دولة في الشمال ودولة في الجنوب ودولة في الشرق، وربما دولة على البحر الأحمر تشمل تعز وأجزاء من الحديدة، ولكن حتى هذه الكونفدرالية ستكون مقدمة للتشظي والانفصال والتمزق. نعم، يعني ما مخاطر مثل يعني هذا السيناريو إذا ما تحقق دكتور عبد الله، يعني على اليمنيين، على دولتهم، على الإقليم أيضا؟
هذه هي الوصفة الأخطر على الأمن القومي الخليجي. دعك من اليمن الآن، إن كان الخليجيون بهم مسكة من عقل، وخاصة الدول الكبيرة في الإقليم، تحدث عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إن كانت دول الخليج تعي وتدرك تماما ما هي التداعيات المتوقعة لهكذا سيناريو، فأنا أقول ينبغي أن يسارعوا إلى إحباط هذا السيناريو. تقسيم اليمن وتفكيكه هو وصفة خطرة جدا على الأمن القومي الخليجي جملة، وعلى الأمن القومي السعودي والعماني على وجه الخصوص. ستنشأ في اليمن دول فاشلة، دول رقيعة، دول ممزقة، وهذه الدول سوف تصدر كل مشاكلها العسكرية والإنسانية إلى دول الخليج، إلى الجوار الخليجي، وبالتالي هذه الوصفة سوف تكون خطرة على اليمن كما هي خطرة على الأمن القومي الخليجي قاطبة. نعم، إذن دكتور عبدالله سؤال أخير، يعني برأيك ما هي خيارات الشرعية والرئيس تحديدا أمام هذا الانحراف في أجندة التحالف وأمام هذه المعطيات التي بين يدينا؟ أنا أقول أن الشرعية تملك مكنة استراتيجية تمكنها من الخروج من حالة الارتهان للشريك الإقليمي، خاصة بعد أن جرب، نتحدث عن 3 سنوات كاملة. الحكومة الشرعية ينبغي أن تعتمد على ذاتها، على القوة الذاتية اليمنية في تحرير اليمن وإسقاط الحوثيين أو تحويلهم إلى قوة سياسية، وليس على الشريك الخليجي. الشريك الخليجي يبدو أنه ليس في أجندته المضي قدما وإسقاط يعني هذا الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية، فينبغي أن تخرج حكومة هادي من حالها بغيرها، وأن تمتلك يعني القدرة الذاتية. هناك الجيش الوطني، المقاومة الشعبية، شعب أبي، وقادر على تحرير وطنه إذا ما تيسرت له أدوات هذا التحرير. هناك خيارات كثيرة، على حكومة هادي أيضا أن تلعب بورقة الشرعية، وأن تضع التحالف أمام خيار الانحياز إلى خيارات الشعب اليمني، وأن تقول له إما أن 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 يعني تتحول الأجندة إلى خدمة يعني المشروع الأصلي الذي من أجله قام التحالف، أو أن الحكومة الشرعية ربما تنفك عن هذا التحالف، وبالتالي تضع التحالف أمام هذا الاستحقاق القانوني. وأنا أحسب أن المملكة العربية السعودية تحديدا في هذه اللحظة لا تملك الاستغناء رئيس هادي، إذ أن كل التدخلات السعودية في اليمن إنما تتم عبر هذه المظلة وعبر أيضا يسح حكومة الرئيس هادي أن تبحث عن تحالفات إقليمية أخرى. هناك حلفاء إقليميون يمكن الاتكاء عليهم وبناء علاقات شراكة معهم، وأن لا تبقى أبد الدهر يعني مرتهنة إلى التحالف. وهناك يعني في الجملة جملة من يعني الخيارات أمام الحكومة الشرعية يمكن أن تلعب بها، ولكنها للأسف يعني لا تستخدم هذه الخيارات ولا تتحرك ولا تفكر تفكيرا خلاقا ومبدعا، بأذن تخرج من حالة الاستنقاع التي هي عليها إلى يعني شيء من تحريك المشهد اليمني لصالح عملية التحرير. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. برأيك أستاذ عبد السلام، يعني هل الشرعية يعني قادرة على التحرك والخروج من حالة الارتهان التي تعيشها الآن، أن تقوم بعمل تحالفات إقليمية أخرى كما تفضل دكتور عبد الله، أن يعني تحاول أن تبحث عن حلول يعني تخرجها من الوضع الذي هي فيه؟ قبل البحث عن تحالفات أخرى، هي يعني المفترض عليها إعادة العلاقة ما بينها وبين التحالف العربي حقيقة. يعني نتحدث بتنظير، لو قلنا نبحث عن مثلا تحالفات جديدة، مثلا إذا ذهب اليمن إلى تركيا أو ذهب إلى جهة أخرى، لا يمكن تقبل المملكة العربية السعودية، وبالتالي تحاول الشرعية ولديها أوراق كثيرة لعملية الضغط وعملية إعادة ترميم علاقتها بالتحالف العربي. وأنا أعتقد الأقرب إلى أنها تخلق تفاهمات جديدة مع المملكة العربية السعودية لاستعادة الهدف الأساسي الذي أرسلت رسالة الرئيس هادي إلى المملكة في عملية إنقاذ اليمن، وهدف عاصفة الحسم، والاستفادة أيضا من الضغوطات الدولية والإقليمية، وأيضا الاستفادة من العمل الدبلوماسي والتواصل، وأيضا التحرك على الأرض. كلما تحركت على الأرض فرضت ورقة جديدة. الحوثيين نحن نراهم يخسرون كل شيء، يخسرون الدبلوماسي، يخسرون الغطاء السياسي، ولكنهم عندما يتحركوا على الأرض وهم يهزمون تعتبر ورقة في إطارها، فما بالك والشرعية تتقدم. يعني لا توجد منطقة دخلتها الشرعية وخرجت منها إطلاقا، وهذه أوراق، بالذات الأوراق الميدانية، أوراق قوية يمكن من خلالها فرض
شيء جديد على التحالف العربي. الموضوع التحالفات خارج إطار التحالف العربي هذا يتم إخضاعه ويتم تقييمه من خلال، دعيني أقول لك أمر، يعني نحن السيء قد وصلنا له، لكن هناك أسوأ. أما الخليج فهم قادمين على الأسوأ الأسوأ، وبالتالي يعني إذا إنقاذ اليمن هو إنقاذ لهم، وحقيقة إذا لم يتم التفاهم معنا فأنا أعتقد حتى لو ذهبت الشرعية للتحالفات الإقليمية، أنا أعتقد أنه تفكك الخليج وخطر على الأمن القومي الخليجي سينعكس سلبا جدا على اليمن. لو عدنا لرسالة الحكومة أستاذ عبد السلام التي أرسلتها لمجلس الأمن قبل أيام وكانت ردا على تقرير لجنة الخبراء، هناك من يقول أيضا أنها لخصت العلاقة التي وصلت إليها الشرعية مع التحالف، إلى أين ترى هذه العلاقة قد وصلت؟ أنا أرى بالنسبة للرسالة، رسالة يعني هي رسالة سياسية وليست يعني من ناحية، إذا أردت تقييمها فهي رسالة عاجز، لأني يفترض قبل إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي تشكو من بعض الاختراقات والاختلالات في العلاقة ما بين التحالف العربي والدولة اليمنية، عليك تصحيح بعض الأشياء التي أنت قادر عليها، مثلا إعادة إصدار قرارات بتغيير قيادة أمنية أو قيادة سياسية أو قيادة محلية هي تعرقل عملية استعادة الدولة أو تعمل في الاتجاه ضد الدولة، ثم بعد ذلك تبدأ بالشكوى، لكن هي ربما كانت رسالة مستعجلة، ويبدو أنها الهدف منها رسالة سياسية أننا بالإمكان أن نعلن إنهاء الحرب في اليمن أو إنهاء وجود التحالف العربي في هذه الحرب في اليمن. وأعتقد أنا بالنسبة لي أن الرسالة أحدثت نوع من الحراك، لكن ما يفترض بها أن تكون يعني في قيمة الدولة اليمنية إلا إذا 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 كان سبقتها قرارات ميدانية هي عملية إقالة الشخصيات والأشخاص الذين هم متسببين في عرقلة الدولة. نعم، إذا اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا الأستاذ إحسان عادل، الباحث في القانون الدولي الإنساني ومدير الوحدة القانونية في المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ إحسان. مساء النور لك ولضيفك ولجميع المستمعين والمشاهدين. أهلا بك أستاذ إحسان. لو بدأنا بما يخص الرسالة الحكومية لمجلس الأمن، ما هو التوصيف القانوني لهذه الرسالة؟ نعم، يعني طبعا في البداية أنا أريد أن أؤكد على مسألة، هي أن في أي تدخل، عندما يكون هناك تدخل من قبل دول أخرى في أمور سيادية تتعلق بدولة ما، فهذا التدخل في الأصل يكون ضمن صلاحية منوحة من هذه الدولة، بمعنى في الأصل لا يجوز لدولة أن تقوم بالتدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى إلا بإذن من هذه الدولة الأخرى، وينبغي أن يكون هذا التدخل ضمن الإذن الممنوح. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه الرسالة، واضح أننا نتحدث عن أن هناك إشكالية الآن وفق هذه الرسالة فيما يتعلق بمدى قبول وتوافق الحكومة في اليمن مع ما هو جاري على الأرض بالنسبة للتدخل الحاصل من قبل التحالف العربي في اليمن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بالسنوات الأخيرة والمشهد الحالي في اليمن من حيث سيطرة ميليشيا الحوثي على أنحاء متفرقة من اليمن وحتى بعض التشكيلات العسكرية التي تتبع قبائل هنا وهناك. نعم، إذن بحسب القانون الدولي أستاذ إحسان، هل تستطيع الحكومة أيضا الخروج من عباءة التحالف الذي منحته شرعية التدخل في اليمن وتسليط الضوء الدولي على ممارسته الحاصلة في اليمن؟ يعني من الناحية القانونية البحث بالتأكيد تستطيع، لأن في الأصل كما ذكرنا هناك يعني التدخل التحالف العربي في اليمن كان بناء على إذن ممنوح من الحكومة اليمنية، وبالتالي من يملك منح الإذن يملك أن يسحب هذا الإذن لأنه هو الأصيل، والتحالف العربي هو بمثابة وكيل أو بمثابة مساعد وداعم للحكومة اليمنية، وبالتالي بالتأكيد تستطيع الحكومة اليمنية أن تقول بأنها تطالب التحالف بأن يوقف العملية التي يقوم بها في اليمن أو أن تغير من نطاق الصلاحية التي منحتها للتحالف. فمن الناحية القانونية البحتة بالتأكيد تستطيع.
نعم، إذا لماذا برأيك يعني ليس هناك أي تقييم أو مواقف من قبل الدول الكبرى تجاه أداء التحالف في اليمن؟ يعني الحديث فقط يتناول الوضع الإنساني والأزمة الإنسانية، ولكن يغيب تماما حديث عن الأزمة الإنسانية السياسية وتداعيات الانقلاب أيضا، وما يحدث من خروقات من قبل بعض أعضاء التحالف. يعني في الحقيقة أنا في تصوري أن الحاصل في من قبل الدول الكبرى ومن قبل دعينا نقول الأمم المتحدة وحتى ويعني الدول الأخرى ضمن أو الدول الكبرى ضمن عملها في الأمم المتحدة، أن هناك تسليط للضوء على الانتهاكات التي تحصل في اليمن من جميع الأطراف سواء التحالف أو الحوثيين، وهناك يعني تصريحات ومواقف يعني كلنا نعرف ما حصل في قبل أشهر فقط بالنسبة لمسألة إدراج التحالف أو التخطيط لإدراج التحالف ضمن قائمة العار، وهناك العديد أعتقد من المواقف الدولية التي كانت متقدمة فيما يتعلق بهذا السياق. لكن بالتأكيد من الناحية الأخرى الجهات الأممية لا تستطيع أن تذهب بعيدا في هذا السياق دون أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة اليمنية في نفس الإطار، وطالما أن الحكومة اليمنية متوافقة مع التحالف العربي على الصورة التي تتم فيها العمليات على الأرض، فهذا يعني أن يد القوى أو يد الأمم المتحدة أو المنظومة الدولية ستبقى بنسبة ما مغلولة، سوى ما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الذي ذكرته لجنة التحقيق في تقريرها الذي صدر في يناير. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحسن عادل، الباحث في القانون الدولي الإنساني ومدير الوحدة القانونية في المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك أستاذ عبد السلام، ويعني أعيد لك نفس سؤالي للأستاذ حسان، يعني لماذا لا نجد يعني تقييم أو مواقف حقيقية من قبل الدول الكبرى لما يحدث في اليمن؟ يعني الحديث دائما عن الوضع الإنساني، لا يتم الحديث إطلاقا على الانقلاب وأنه المتسبب بما يحدث، ولا أيضا عن الخروقات الحاصلة في جنوب اليمن وعدم يعني تمكين الشرعية عمليا من فرض سيطرتها. من بعد 2011 يعني حدثت صدمة كبيرة لدى يعني الإنسانية بشكل عام، تعرض لكثير من الاضطهادات، وأصبحت الأمور أشبه باعتيادية، كل يوم نسمعها في القنوات في سوريا في اليمن في ليبيا في أماكن كثيرة، ولذلك بالظاهر أن العالم أصبح يحكم علاقاته ومواقفه المصالح ولم تعد القضية الإنسانية. دعينا نتحدث بكل صراحة أن موضوع الإنسانية أصبحت في الهامش، وكانت كذبة كبيرة خلال الفترة الماضية، لكن عندما حصلت الانقلابات وبدأت الحالة الديمقراطية والشباب الربيع العربي للخروج البحث عن حريتهم، انقلب العالم كله ضدهم، وبالتالي الإنسانية خارج إطار التوازنات. الآن توازنات للمصلحة، وبالتالي الدول الكبرى هي تقيم علاقتها بالمصلحة، يعني الموقف بكم سلاح تشتري. إذا أردت موقف قوي عليك أن تشتري من سلاحنا، وهذا ما تقوم به فرنسا بريطانيا روسيا أمريكا، الكل يعني أصبحت علاقة المصالح تتحكم، وبالتالي المواقف مبنية على ذلك. مسألة الموضوع الانقلاب يعني وبعض الأشياء التي قد تكون فيها نوع من المجاملة ليس لديهم مشكلة، ممكن يتحدثوا عنها، لكن تعالي عند الواقع، يعني هل نستطيع أن نحاسب الأمم المتحدة؟ أين تذهب مليار ونصف دولار أو 2 مليار دولار؟ أين تذهب فعلاً؟ يعني عندما تدخل لمناطق الانقلابيين أين تذهب؟ يعني الكل مجمع أن الحالة الإنسانية سيئة وأنها لا تصل للناس، وإنما تصل لأيدي الميليشيات وتتاجر بها وتشتري بها سلاح، وهذا الأمر يجعلنا أيضا نفكر في كثير من القضايا التي تتعلق بالجوانب الإنسانية. يعني مثلا الاتحاد الأوروبي ربما حريص على بعض المساعي في عملية السلام أكثر من حرصه على استعادة الدولة اليمنية، لا يهم الدولة اليمنية ويهم كيف تتوقف الحرب وليكون الجنوب ينفصل أو بعض محافظات الجنوب والشرق تنفصل، ما ليس عندهم مشكلة، بل بالعكس يعني كثير من الجلسات والفعاليات تهيئ لهذا المناخ. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.